أخيرا تحقق الحكم، الحمد لله وش الحمد لله. أراضينا كنت راضية عليه 100%، ما نكذبش عليك كنت راضية، كنت راضية عليه. وأنا سجدت لله في وسط القاع، الحمد لله، شكرت ربي اللي عطاني حق، وهاد الناس يساك اللي عطاونا حق. بردت لي ديك اللهفة، ديك الجمرة اللي كانت لي في قلبي شوية غتبان، لأن ولدي ما ظلمهمش، ودي ما ظلمت حتى شي واحد، ما تعدى على حتى واحد. كيفاش ربي غيضيع لي حقه؟ ربي ما كيبغيش الظلم، ربي ما كيبغيش الظلم سبحانه وتعالى. ما تسد ربي وشكرته اللي تا تيسدوا لي البيبان وتتحلوا من عندي سبحانه وتعالى. قول لي يا رب، انا انت ولي وانت ناصر، ما طلبت حتى شي حاجه، حقي ما بغيت والو، الحمد لله خديته رغم انه الحمد لله. رغم مجموعه من كانت مجموعه من يعني الاخفاء ديال التحايل ومجموعه، كيفاش الحمد لله ربي اليوم نصب الحق. حمد سيد ربي، حمد ربي، حمد سيد ربي، حمد الله سبحانه وتعالى اللي خدا لي حقي، حمد وحمد الله. يلاه كنتي بغا ضرب بعد اللي بغا يعزيني، وكان قلتها ليهم، قلت اللي بغا يعزيني دابا يعزيني، يخدس حق ولدي. دابا الناس اللي بغاو يعزوني يعزوني، دابا تقولوا لي البركه في راسك، قول لهم الله يبارك فيك. وهو عند الله سبحانه وتعالى معزز مكرم ان شاء الله. ولدي اطيب خلق الله، ماشي كنقولها حيت ولدي، بشهادة الأصدقاء ديالو، بشهادة العائلة، بشهادة الجيران، بشهادة الأساسيد، بشهادة كل شيء. أمشى معك وباس أولدي، الله يرحم لكم أنتم الوالدين، الله يحفظكم اللي ما تشريتوش، رغم الضغوطات الحمد لله بقيتوا معايا وساندتوني، الله يحفظكم. هذا الشيء اللي غنقول لكم. أنا اللي سمعت الإعدام هو اللي برد لي الغليل وسجدت لله، وداك الشيء الاخر ما بقاش حبيت ليه الغايه باش نصمت. سمعت المؤبد وسمعت 25 عام المؤبد اللي بغى يديرها هو اللي هو اللي صايب، بغى يتحايل على القاضي. وتحايل 5 سنوات. هو الحمد لله باش نطق الحكم، يعني جاكم بحال واحد اللحظه ديال الغيبوبه، واش هي فرحه ولا حكم كان غير متوقع؟ لا انا كنت متوقعه، ما نكذبش عليك، كنت متوقعه، بغيت ينطق به ديك الفرحه باش يقولها، هي اللي خلاتني في هذيك الحاله. يعني هذيك فرحه، فرحه ما نكذبش عليك. كل المتابعين والراي العام اللي سامع حتى هو، كنشكرهم مع الابن ديالك والله اخويا، اللي كنشكرهم حق الله العظيم، كنشكرهم. الحكم الشكل غالي شويه. الحمد لله خاص ديال المتابعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هادوك الجوج اللي تعداو عليه، تعداو عليه، اللي خداو الجزاء ديالهم مزيان، هذاك اللي هذاك هو اللي ارتاحت. بالنسبه للوليد اللي 21 واش نقول له؟ يا زوج الانسان على الكلام هذه، ما هذاك الوليد خرج على الكارير ديالو استهتار، 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 استهتار. هذاك الوليد كان ماشي ديال هذوك الناس، ولكن اش نقول، ما عرفتش، ما عرفتش واش الله سبحانه وتعالى حقق، ولكن حاشا الله واش حقق شي واحد. وثاني الله اعلم، الله لعله خير كما قلت. كنشكركم بارك الله، كنعزيوك مره اخرى باسم كل المغاربه، كنقدموا لك الله يحفظكم، الله يحفظكم اولدي، الله ييسر لكم، الله يحفظكم، الله يقويكم، والله يحفظكم مع مولاد الحرام. هادشي كنطلب ليه اللي كان معايا، الله يحفظه. هادشي اللي كان الحمد لله، الحمد لله شكرا. ان العراق ما كاينش واحد اللي فوق القانون ولا ما يقدرش يحكم عليه القانون، وهذا من فضل ربي. هذا تيدل ان المغرب راه باقي بخير، والحمد لله باقي رجال، باقي لهذه البلاد الخير، وناس اللي وقفوا معنا. لان ما تشوف غير الشعب المغربي، الشعب المغربي، العيالات، العيالات اللي ما عمرها قرات داكشي، وتير تدعو معاك والله سبحانه وتعالى. راه هذا حاشا لله ان كان هذا الدعاء اللي نزل على ذاك السيد، راه ما شاء الله، راه ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، على مع الناس اللي تيساندوه، اللي تيدافعوا عليه، اللي تيقول لك تتخبى ورا المحاماه، محاماه شتانا بين المحاماه والفكره اللي عندك. المحامي راه ماشي القانون عطيك حق باش تدافع، حق الدفاع، انك تضرب باش تغير
مصر القانون مصر الحق، راه حق، راه الحق راه هو الله سبحانه وتعالى. سواء قالوا ربما كما قلت الحمد لله على كل حال، الله يديم اخلاقك. الله يرحمك. انتم راضيين بهذا الحكم؟ الحمد لله الحمد لله، ما كاينش مقصى من هذا. اش غندير؟ اش غنديروا له؟ أثناء نقول لكم قدام التواتر عطى الله والله العظيم والله العظيم، وهذا السامر كو كانت شي اكسيدون عاديه وخا يكون كاع سكران، كاع يكون سكران وقع من الاكسيدون والله تنسمح ليه، حيت غنعرفوا انه الطيش غيدوز واحد المرحله وغادي يرجع له. انا بحال هادو لا، انا كون هذاك وسمحنا ليه راه اكدنا ليه الفكره اللي عنده بانه راه هو يعلو على كل شيء. وما والله كان واحد اخر تنسمح ليه، كون تعرفوا انه غيتسقم تيتسقم والله تنسمح ليه. علاش؟ ان الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، الله الله تيغفر، هو اللي عطى الله عطاه، حنا تنامنوا بالقدر الشر وخيره، انا الله سبحانه يدير اللي فيها الخير. ولكن بحال هاد تقولوا لي باش يقتل بهذيك البروده وقتلت الاول، ان الا كون سمحنا ليه غادي غادي نتبدلوا ليه الفكره بانها راه فعلا راه الفلوس هما كل شيء في البلاد. ولكن الحمد لله اليوم ثبت بان راه الحمد لله كاين القانون، كاين الشفافيه، كاين كل الحمد لله، وهادشي تيشرفنا وتيشرفنا كمغاربه، تيشرفنا في البلاد. علاش؟ ان باقي الان تيجوني الناس من برا وتيقولوا لنا هذا، يقول لي لا حنا راه باقي حنا متشبتين وغادي ناخذ حقي وغادي ناخذ، والحمد لله خدناه، الحمد لله خدناه حقنا، الحمد لله. اللهم امين. اكيد اخويا كنا زعما عندنا يقين، انا بعدا كان عندي يقين باللي الاحكام غادي تكون احكام منطقيه وعادله، حيت راه ماشي سهل تضيع عائله في روح طاهره اللي مشات زعما انها دافعت على 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 انسانه ممكن انها تكون اختك انسانيه، ولا تكون زعما اي واحد فينا زعما كمجتمع. المهم قدر الله وما شاء فعل. شنو عدد بنتو بدر؟ كم كانت الام ديالك؟ صراحه اليوم بالنسبه لي انا عنده زعما نهار زعما كيتميز بزاف ديال الحوايج، وبدر خويا الله يرحمه والله يوسع عليه والله يجعل زعما هذا الاجر اللي زعما غادي يقدروا الناس زعما ياخذوه كابره، الاجر يحتسب ليه. انا صراحه هذا هو الاوبجيكتيف ديالي، هو ان بدر جا بوتيتخ باش يحبس هاد الظلم، ولا باش يحبس هاد الجرم ديال هاد العصابه الاجراميه. حيت كون ما كانش، انا كنقولها، كون ما كانش بدر خويا اللي ضحيه كان غادي يكون بزاف ديال الناس، والدليل ان ضاعوا جوج وما خداوش حقهم ومشاو تقتل بدر خويا، يعني هو الروح الثالثه. يعني الانسان الا ضاع عليه حقه يبقى واقف عليه حتى ياخذه. حنا ماشي في بلاد السيبر، حنا البلاد في بلاد ديال القانون، حنا راه بلاد الحق، ماشي اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها، اللي كيدعي بالاموال واللي كيدعي بالنفوذ واللي كيدعي هذاك الشيء بالنسبه لي انايا القضاء نصفكم انتم كعائله. الحمد لله، شكرا بزاف للقضاء النزيه. صراحه الاحكام كانت منطقيه وعادله، كنبغي نشكرهم كاخت المرحوم، وكنبغي نشكرهم بالنيابه على الوالدين ديالي وبالنيابه على المغاربه كاملين، لان ما تقدرش تصور شحال ديال الناس كانوا كيتسناو هذا الحكم. السؤال ديالي هو كاينين مثلا بعد عائلات ولا اشخاص اللي كيتجمعوا يعني قدموا على افعال جرميه غادي غادي يعرف ان راه كاين احكام اللي غادي تبين غادي تكون محكومه عليه ثقيله، اللي بغى يسوي شي بعد عائلات خاص ياخذوا كعبره. كعبره لان الروح راه عزيزه عند الله، والناس ما خصهمش يلعبوا بارواح ديال عباد الله. يمكن شكرا لكم بزاف، وكنبغي نشكر المغاربه والحمد لله وشكر الله على كل حال. الله يرحم بدر خويا في النار، وكان زعما كنطلب بالصبر الوالدين ديالي اكثر مني. شكرا. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.